الرئيس السيسي والعاهل الأردني توافقان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا. مدبولية يؤكد أن الدولة تواصل اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة. وكييف تعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا، والبنتاغون يعلن وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية هذه النشرة مع آية لطفي. لك آية. شكرا للاس، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. البداية حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والري لمتابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية. كما وجه كذلك بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية، وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلاً عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة مشروعات تدعيم المنشآت المائية إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ. كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلاً عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20,000 كيلومتر، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الري عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة. كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري، لا سيما دول حوض النيل، حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد، خاصة من خلال حفر آبار المياه الجوفية وتطوير المجاري المائية وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية.
كما تم في هذا الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وضعاً في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم. كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعداد تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي، وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ، والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ العالمية COP27. اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتها في القاهرة، وذلك برعاية الأمم المتحدة. وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات. كما أعربت الأمم المتحدة مجددا عن امتنانها لمصر على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبية. على مدار أسبوع اجتمع وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في القاهرة برعاية الأمم المتحدة وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز. اجتماع استهدف الوصول لتفاهمات تخص المسار الدستوري الذي سيتوافق عليه الليبيون بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. والآن وأكثر من أي وقت سبق، الليبيون يستحقون مسارا واضحا للخروج من هذه الأزمة المستمرة. فالجميع الكل يجب أن يبذل دوره وجهده، وبالنسبة لكم أنتم يجب أن تؤدوا مؤسساتكم من أجل توفير الأطر الضرورية لعقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن. أنتم ومؤسساتكم يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم، ويجب أن تستجيبوا لطموحات شعبكم، فأرجوكم لا تخيبوا ظنهم. وقد كانت مصر وكالمعتاد الوجهة الحاضنة والمستضيفة لأي مسار من شأنه أن يخلق توافقاً ليبياً باعتبار أن مصر قد أولت هذا الخيار أولوية قصوى. وقد جاء البيان الختامي لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة متضمناً عدداً من النقاط على رأسها ما يلي: امتنان الأمم المتحدة لمصر على استضافة هذه الجولة من اجتماعات اللجنة ودعمها لمساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. تسعى الأمم المتحدة للبناء على التوافق الذي تحقق بين أعضاء المجلسين، وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموحات الشعب الليبي. جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، إذ جرى مناقشة عدد من القضايا المهمة ضمن المسار الدستوري. الاتفاق على عقد لقاءات في مصر من جديد عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات بين أعضاء المجلسين. حريصين على الوصول إلى انتخابات تقبل نتائجها وتكون يعني اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا. لا أريد أن أطيل، حفظ الله ليبيا وبارك جهود كل من أراد الاستقرار لليبيا وكل من دعم الاستقرار لليبيا وكل من أعاننا. وأقول الأمر كما عندنا مثل ليبي يقول: الشيء من أهله لا يستغرب، لا يستغرب من الحكومة المصرية واهتمامها بالشأن الليبي. نحن سوف نستمر في هذه الحوارية، سوف نحاول أن ندلل كل الصعاب ونصل إلى طبعا الهدف المنشود، ألا وهو إيجاد مسار دستوري واضح يخرج من ليبيا من أزمتها. الشكر طبعا في النهاية إلى أخوتنا في مصر مرة أخرى على هذه الاستضافة، شكرا أيضا للبعثة والسيد ستيفاني على مجهوداتهم. نتمنى أن نلتقي في أقرب وقت، وقد أنجزنا الكثير الكثير لليبيا. اتفاق بين الحاضرين إذن على حتمية المضي في المسار الدستوري للوصول إلى إطار
دستوري وانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة يعلي فيها الليبيون من مصلحة وطنهم العليا تلبية لرغبات الشعب الليبي في بناء مؤسسي سليم مبني على توافق بين مختلف الأطراف الليبية. أحمد أبو زيد، إكسترا نيوز. ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنة الهيئات العامة الاقتصادية. في جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020-2021. الحساب الختامي للدولة هو الأداة الرقابية المهمة الأساسية لمجلس النواب للقيام بدوره في متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة. أيضا الحساب الختامي مهم من خلال التوصيات التي تصدر عن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب وتساعد في رسم السياسة المالية وخطة الدولة في السنوات المقبلة. احنا اتكلمنا النهاردة في ثلاث اتجاهات، كنا بنناقش الحساب الختامي لوحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة والخدمية والهيئات الاقتصادية، والحقيقة انه هذا الكم الضخم من مشروعات القوانين كان يحتاج إلى تحليل معمق. قدرنا نخلص لمجموعة من الملاحظات، أهمها أنه لابد أن تأخذ الحكومة في الاعتبار دراسات الجدوى للمشروعات قبل البدء في العمل. وشهدت الجلسة العامة موافقة عدد من النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، فيما أبدى بعض النواب عددا من الملاحظات بهدف إصلاح بعض الأوضاع المالية. هذا التقرير ينم عن العديد من المشاكل، حقيقة أهمها أنه، ودي يمكن كانت كلمتي الأساسية، عن أن قانون رقم 11 لعام 1979 بينظم العلاقة ما بين الهيئات الاقتصادية لمصر والموازنة العامة، بحيث أن هذه الهيئات الاقتصادية بتعود للموازنة العامة يعني كثير من الفائض لديها في حال أن هذه الهيئات يعني بتغطي مصروفاتها تغطية كاملة. وفي نهاية أعمال الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 50 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم. بعث الرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته إن تلك المناسبة يحتفل بها المصريون جميعا لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن، متمنيا للبابا تواضروس ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج موفور الصحة ودوام السعادة. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية. وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة وللمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع والخضروات خلال الفترة الحالية. كما أكد بيان مجلس الوزراء توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، مشيرا إلى وجود نحو 20,000 شادرا ثابتا ومتحركا للسلع. We'll be right back.
استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مقترحات نظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح مدبولي خلال اجتماع بحضور وزيرة الثقافة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أن هناك تصورا بأن يتم تشكيل هيئة لإدارة هذه المدينة الحضرية على غرار المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة وعدد آخر من المقترحات التي تسهم في جودة إدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة. وتم تأكيد خلال الاجتماع على ضرورة السعي لتحقيق التمويل الذاتي للمدينة من خلال الدخول في شراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل في نطاق التخصص نفسه. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 236 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 116 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 40 طن، كما تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال حجب وبيع أو الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 70 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبزا ناقص الوزن و96 قضية خبزا غير مطابقا للمواصفات. هذا وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع على تداول بالأسواق لرفع أسعارها، ونجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال التصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 43 طن زيت طعام ومنظفات صناعية متعددة الأغراض مجهولة المصدر. قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بالقليوبية بحجبها عن التداول بالأسواق في محاولة منه لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت من ضبط أكثر من 111 طن دقيق أبيض وسكر وأرز ومسلي مجهولة المصدر. قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالبحر الأحمر والشرقية والبحيرة والدقهلية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. الإدارة نجحت في ضبط 117 طن دقيق أبيض بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مطحن للحبوب بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. كما تمكنت من ضبط أكثر من 53 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموني بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة ومسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء وقائد سيارة نقل بسوهاج، كمية تم تجميعها بواسطة هؤلاء لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. ومع تواصل حملات الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 156 طن دقيق ومسلي ومكرونة وأرز وسكر وزيت بدون مستندات ومجهولة المصدر. قام المسؤولون عن عدد من مخازن ومحلات لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة من ضبط 339 طن سكر وأرز ومكرونة وزيت طعام بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مسؤول مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية. وضبط قرابة 103 أطنان مواد غذائية متنوعة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق
مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالبحيرة. الإدارة تمكنت من ضبط 275 طن أسمنت وحديد تسليح مجهولة المصدر بحوزة المسؤولين عن مخزنين بدون ترخيص لمواد البناء بالدقهلية، قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. وعلى صعيد التصدي للسلع الفاسدة، تمكنت الإدارة من ضبط 72 طن لحوم وملح طعام وزيت طعام جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقليوبية وأسوان والشرقية. الإدارة تمكنت من ضبط 20 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وضبط 11 طن ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر حجبها عن التداول بالأسواق مسؤول مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بالدقهلية. استقبل ملك إسبانيا فيليب السادس وزير الخارجية سامح شكري في إطار الصداقة التاريخية بين مصر وإسبانيا. وقالت الخارجية في بيانها أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما عرض وزير الخارجية الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030 والتطلع إلى تعزيز انخراط الشراكات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصة في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن. كذلك استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27. من جانبه رحب ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين والتطلع لتحقيق مزيد من التقدم، مع التأكيد على أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة. والتقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وأكد متحدث الخارجية أن اللقاء شهد بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي المتنامي بين مصر وإسبانيا وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتحول الأخضر، وكذا لتناول القضايا ذات الأولوية لكلا الجانبين. كما انعقدت جلسة المشاورات بين وفدي مصر وإسبانيا برئاسة الوزير سامح شكري ونظيره الإسباني، وذلك لتناول كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى التباحث حول الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. هذا والتقى سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التقى مع النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي تريزا ريبيرا رودريغيز، وذلك لبحث التعاون بشأن استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ. أدانت مصر بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم. قالت وزارة الخارجية إن هذه الواقعة تأتي ضمن الممارسات اليمينية المتطرفة التي تحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص، كما تؤكد مصر رفضها المساس بالثوابت والمعتقدات الدينية أيما كانت، والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية، كما تؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان. وتدعو مصر إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب ونبذ دعوات التحريض والكراهية والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامتها. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة. وطلبت فرنسا وأيرلندا والصين والنرويج والإمارات عقد هذا الاجتماع بعد موجة جديدة من التوتر داخل المسجد الأقصى وفي محيطه.
عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس. وأوضحت عضوة المجلس والمتحدثة باسمه الدكتورة سلمى عبد الجبار أن الاجتماع تداول المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، كما أضافت أن المجلس وجه بمواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة لقيادة الوفاق والحوار السياسي برئاسة عضو المجلس مالك عقار. تداول المجلس في المساعي الجارية حول الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، وذلك لمعالجة انسداد الأفق السياسي وضياع الوقت، مما خلق واقعاً مترهلاً بتعدد المبادرات دون حصاد ثمارها، والتي هي الوصول لدولة ديمقراطية مستقرة تلبي آمال المواطنين وتنهض بالوطن. وعليه وجه المجلس بمواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة لقيادة الحوار السياسي والوفاق برئاسة عضو المجلس السيد مالك عقار على أن يكون العمل وفقاً لمواقيت وبرامج محددة لبلوغ الغايات المطلوبة من الحوار. قدم رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، قدم شرحاً لمجمل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما الأوضاع بمنطقة إبيه على أثر التوترات التي شهدتها مؤخراً. وأكد البرهان قدرة السودان بالتعاون مع دولة الجنوب لاحتواء الأوضاع بمنطقة إبيه، خاصة أن البلدين تجمعهما علاقات جوار قوية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي أن روسيا بدأت معركة دونباس في شرق البلاد، وأكد زلنسكي مواصلة قتال قواته بغض النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى الشرق. وكان الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك سيرجي غايادي قد أعلن أن العمليات العسكرية الروسية على شرق أوكرانيا قد بدأت، كما أعلن الحاكم عن معارك في منطقتي روبغيني وبوبسانا، فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل 8 أشخاص في قصف روسي استهدف منطقتي دونيتسك ولوهانسك. تسلط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأضواء على إقليم دونباس، والذي تسعى موسكو لفرض سيطرتها الكاملة عليه، حيث يحظى الإقليم الواقع جنوب شرقي أوكرانيا بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قضت على أكثر من 120 قوميا أوكرانيا ودمرت مستودعا ضخما للذخيرة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية
قصفت مركز دعم لوجستي مشترك تابعا للقوات الأوكرانية في لفيف، وتم تدمير المركز اللوجستي والدفاعات الكبيرة من الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأيام الستة الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. كذلك نوه متحدث الدفاع الروسي بتدمير مستودع ذخيرة ضخم بالقرب من قرية فاسيلكوف في ضواحي كييف، وذكر أن القوات الجوية الروسية قصفت أيضا 84 موقعا عسكريا في أوكرانيا. أكد الجيش الروسي أنه دمر بواسطة صواريخ عالية الدقة مخزنا كبيرا لأسلحة أجنبية سلمت مؤخرا إلى السلطات الأوكرانية بالقرب من مدينة ليفيف في غرب أوكرانيا. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إن طائرات روسية أغارت على مركز لوجستي للقوات الأوكرانية، ومشيرا إلى أنه تم تدمير المركز اللوجستي وكميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية سلمت إلى أوكرانيا خلال الأيام الستة الأخيرة من جانب الولايات المتحدة وبلدان أوروبية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، وأوضح متحدث البنتاغون جون كيربي أن البنتاغون سيسلم القوات الأوكرانية عددا من المدافع من نوع هاوتزر من عيار 155، مضيفا أن القوات الروسية ما زالت تعاني من مصاعب لوجستية. كما رأيتم القتال في ماريوبول مستمر والأوكرانيون لا يزال يقاومون والمدينة لم تسقط في يد الروس، الروس مستمرون في قصفها من الجو. إذن في آخر عدة أيام يمكن أن نرى الروس يفعلون ما يسمى إعداد الظروف للمزيد من المناورات العدائية والبرية في دونباس. أذكركم هذه منطقة شهدت قتالا في الثماني سنوات الماضية، هذه أرض يفهمها الطرفان، كانوا موجودين هناك طوال هذا الغزو وهم مستمرون في القتال بقوة، لم يأتوا مؤخرا إلى هذه المنطقة للدفاع عنها وإنما كانوا هناك. الأوكرانيون دافعوا ببسالة واستطاعوا أن يؤمنوا بعض البلدات والقرى في دونباس. أعلن حلف شمال الأطلسي ناتو أن 3000 جندي سيشاركون في مناورات الحلف في لاتفيا، كما أضاف الحلف أن المناورات المقررة تشارك فيها قوات عسكرية من 11 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة. جدد البيت الأبيض تأكيده على أنه لا خطط لزيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي أن التركيز حاليا على حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تضيق الخناق على السلطات هناك. كما أعلن أن واشنطن ستواصل توسيع أهداف عقوباتها على موسكو ومنع محاولات الالتفاف عليها. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف السماح بإجلاء المدنيين، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمين العام يدعو أطراف النزاع في أوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لم يتحقق حتى الآن،
واتهم المسؤول الأممي روسيا بأنها لا تضع وقف إطلاق النار في أوكرانيا ضمن أولوياتها، مضيفا أنه لم يتلقى حتى الآن أي رد من الروس بخصوص مقترحاته لإجلاء المواطنين من ماريوبول. في أوكرانيا لقاءات مرحب جدا بها مع القيادات هناك، وافقوا على أغلب المقترحات التي قدمناها إلى الآن، لم نحصل على نفس الاستجابة والرد من روسيا. وافقوا على فكرة ما نسميه مجموعة التواصل الإنسانية وصفتها للتو، وافقوا على فكرة وقف إطلاق النار. وهنالك مناطق محلية تعتمد على الظروف، ونتشوق لرؤية التقدم في كيرسون، وناقشنا ماريوبول بشكل كبير في المكانين، واقترحت بأنه إذا ما كانت هنالك أي فرصة لتحسين الإجلاء الأمن للمدنيين في ماريوبول، لن نستطيع فعل ذلك بشكل يومي. نحن نعرف ذلك من تجارب في كافة أنحاء العالم، فنحن بحاجة إلى نافذة لثلاثة أيام لتمكين الإجلاء الأمن. إلى الآن لم نحصل على الموافقة لذلك من الجانب الروسي، ويسرنا نتحدث عن هذه المسائل. كما تحدثنا كثيرا مع رئيس الوزراء حول حقيقة عودة بعض الأشخاص. ذهبت إلى بوخا وإيربن خلال وصولي إلى كييف، وشاهدت أشياء مروعة كنا شاهدناها على شاشات التلفزيون في هذين المكانين، معاناة كبيرة. واحدة العواقب الإنسانية أو الجوانب هي التمكن من إعادة بناء تلك المناطق لكي يتمكن الهاربون منها من العودة إليها. مثل عمدة إيربن، كم سيستغرق الأمر لإصلاح كل هذه الأضرار الكبيرة؟ مجمعات كاملة كلها هدمت، كم سيستغرق الأمر لإعداده أو إعادة تأهيله؟ قال عام ونصف. استنكر الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالقصف العشوائي الروسي على مدنيين في أوكرانيا، معتبرا أنه يرقى لجرائم حرب. وجاء استنكار الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته المفوضية الأوروبية عقب غارات استهدفت مدينة ليفيف في غرب أوكرانيا. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه لا يستبعد إجراء مزيدا من الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة التحلي بالجاهزية للتعامل مع أي طارئ. جاء تصريح ماكرون ردا على تعليق لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي قال في وقت سابق إنه لا جدوى من التحدث مع بوتين. سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبيانا كاملا من الاتحاد الأوروبي بشأن طلبه للعضوية في الكتلة إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي في كييف، وقال زيلينسكي إن هذا هو التطلع الذي يتجه الشعب الأوكراني نحوه ويكافح من أجله. أعلنت وزارة الخارجية الروسية عددا من موظفي السفارة البلغارية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس الماضي بإعلان 10 دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن ستعيد تواجدها الدبلوماسي في أوكرانيا حالما تسمح الظروف هناك بذلك. وخلال مؤتمر صحفي أكد برايس أن الولايات المتحدة تتواصل مع الأوكرانيين بشكل مستمر، وأن واشنطن لديها طاقم دبلوماسي موجود على الحدود البولندية الأوكرانية. على المستوى الاستراتيجي نحن بالطبع سنقيم تواجد دبلوماسي عندما نتمكن من ذلك. عندما يتعلق الأمر بحساباتنا هناك أولوية طبعا لسلامة ورفاه الدبلوماسيين الأمريكيين وزملائهم الذين يعملون في أنحاء العالم. نحن مستمرون في تقييم الموقف الأمني، وعندما يسمح الموقف بذلك أؤكد لكم سنقوم بإعادة التواجد الدبلوماسي على الأرض في أوكرانيا. في نفس الوقت لا أريد أن أعطي انطباع خاطئ بأن الافتقار للتواجد الدبلوماسي أو فريق دبلوماسي على الأرض هذا
يعطل قدرتنا على التشاور مع شركائنا والاتصال مع شركائنا الأوكرانيين. تعرفون لدينا فريق دبلوماسي عبر الحدود في بولندا، وكان ينخرط بشكل منتظم مع النظراء الأوكرانيين على أعلى المستويات، ننخرط مع زملائنا الأوكرانيين على التليفون وحتى شخصيا. الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس زيلينسكي في الأسبوع الماضي، و الوزير بلينكن تحدث مع كوليبا، وأيضا اجتمع مع كوليبا شخصيا في بروكسل على في الاجتماع الوزاري، وقبلها بأسبوع أيضا في وارسو عندما الوزير بلينكن صاحب الرئيس. وأيضا فعلنا هذا عندما اجتمعنا مع وزير الخارجية كوليبا داخل الأراضي الأوكرانية على امتداد الحدود مع بولندا. إذن حتى لو لم يكن لدينا تواجد دبلوماسي على الأرض حاليا، إلا أننا مستمرون في العمل بشكل وثيق مع نظرائنا لتحديد ما يحتاجونه. أعربت الرئاسة الروسية الكرملين عن ثقتها في الفوز في معركة النفوذ مع الغرب في ظل العقوبات الاقتصادية المشددة التي تم فرضها ضد موسكو. المزيد مشاهدينا الكرام عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في العرض التالي مع الزميلة إنجي طاهر. لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية في تصاعد مستمر، سواء بين موسكو وكييف أو بين روسيا والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا. وفي رده على ذلك، أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن قناعته بقدرة موسكو على الفوز بالتنافس الشديد الذي اندلع بينها وبين الغرب على الصعيد الدولي في الوقت الحالي، مشددا على أنه لم يعد بإمكان أي دولة الاحتفاظ بهيمنتها على الصعيد الدولي. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اعتبرت أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد، قائلة إن انهياره هو مسألة وقت. في المقابل قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن إعلان تخلف روسيا عن سداد التزاماتها الخارجية قد يؤدي إلى تضخم مفرط وتخلف عن السداد في أوروبا ذاتها التي لا يتمتع نظامها المالي بالاستقرار. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن لزيارة أوكرانيا، حينما تتاح له الفرصة ليفهم ما يحدث على الأرض، قائلا إن بلاده بحاجة لمزيد من المساعدات لمواجهة التفوق الروسي. وحذر الرئيس الأوكراني من احتمالية استخدام الرئيس الروسي لأسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا. في هذا السياق قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستزود كييف بمساعدات عسكرية جديدة في القريب العاجل. وأضاف جونسون إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرب وصول تلك المساعدات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. في الشأن المحلي من جديد، أصدر رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون الاثنين المقبل الموافق 25 من إبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد الإجازة الرسمية لعيد العمال وعيد الفطر المبارك من يوم السبت الموافق 30 من شهر إبريل وحتى الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية. هذا وأكد المركز نقلا عن وزارة الأوقاف أنه سيتم السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم
لأداء كافة الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعي دون أي تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميزا يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة. أعلنت وزارة الأوقاف تحديث ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد، فالمساجد دون الساحة المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها. كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، هذا بالإضافة إلى فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بعشر دقائق، على أن تكون خطبة العيد في حدود عشر دقائق كصلاة الجمعة. نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديو جرافيك بعنوان ميناء 6 أكتوبر الجاف، مصر تتحول للمشروعات الصديقة للبيئة. المزيد حول الميناء مشاهدينا الكرام في العرض التالي. الآن إلى أخبار الرياضة. تتوجه بعثة فريق الأهلي اليوم الثلاثاء إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. يواجه الزمالك اليوم الثلاثاء الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع 15 من بطولة الدوري الممتاز، وكان الزمالك تعادل في المباراة الأخيرة لها في الدوري أمام فاركو دون أهداف، بينما تعادل الاتحاد مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق. ويتواجد الزمالك في المركز الأول برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يمتلك الاتحاد السكندري 15 نقطة. يستضيف ليفربول اليوم الثلاثاء مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي. سيقام اللقاء في 9 مساء على ملعب أنفيلد، ويدخل ليفربول المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب. كما يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة. ومشاهدينا الكرام بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
الرئيس السيسي والعاهل الأردني يتوافقان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا. مدبولي يؤكد أن الدولة تواصل اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة. وكييف تعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا، والبنتاغون يعلن وصول شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. نذكر حضراتكم دائما أنه يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. الشكر موصول من الزميلة ليلى سكافوزي ومني أي لطفي لحضراتكم. شكرا وإلى اللقاء.